رشيدة، تعالي هنا. اسمعي الكلام بقولك. احنا جرينا كتير وبعدنا عن البيت قوي. الحاج يا بكار، دي رشيدة طلعت على السطح ولما تكون جوه اللعبة في التابلت. رشيدة تعالي هنا. هو انت يا بكار بتدربها على الحاجات دي من ورايا؟ لا طبعا يا حسونة، وهدربها ازاي؟ تعرف تعمل كده انت يا فارس؟ ياه ده علي قوي عليا، لا يمكن طبعا. رشيدة دي دخلت البيت من السطوح، وبعدين دي اكيد اتجننت. شوف بقى هنتصرف دلوقتي ازاي. طب نخبط على الناس في البيت ونعتذر لهم. لا طبعا يا بكار، ما ينفعش نخبط على حد ما نعرفوش. يعني تخلينا نجري وراكي يا رشيدة كل ده عشان في الاخر تجيبينا هنا؟ انا متأكد انك بتدربها من ورايا يا بكار. كل القوات مستعدة لوصولنا لكوكب الأرض؟ طبعاً يا فندم، كلهم جاهزين ومستعدين لمعركة احتلال الأرض. مش عارف ليه أنا قلقان، بالرغم من إنه كوكب متخلف مش هياخد في إيدينا غلوة. أنا عايزك تطمئن، كل القوات جاهزة ومتدربة كويس جداً، وسكان الأرض عمرهم ما هيقدروا يهزمونا. يمكن الآن علشان مسؤوليات الحكم هتبقى أكبر بعد احتلال الكوكب الأزرق. أنا عمر مسؤوليات الحكم ما تقلقني، دي حاجات تقلق العيال اللي زي أوز. وأفتكر إنك مش ناسي أوامري. أنا لا يمكن أنسى أوامر جنابك. لما نرجع من المعركة وبعد نجاح مهمتنا أوعدك بمكافأة كبيرة. ودلوقتي روح اتأكد من استعداد القوات، وأول ما نقرب من كوكب الأرض تعال فورا بلغني. ها؟ إيه ده؟ أوز؟ إزاي عرفتي مكان أوز يا رشيدة؟ وعايزنا صدق انك مش بتمرننا. فكني يا بكار وخلينا نمشي من هنا بسرعة، انا ورقي وقع من الربطة دي. ورقك ده انا هقطفولك ورقة ورقة. بقى عايز تهرب؟ مش انا قلتلك هنحتاج الواد ده؟ اهو جالنا برجليه وجاب معاه الفصل كله. رشيدة روحي بسرعة اتصلي بالشرطة، قولي لهم خطر. تتصل ليه؟ هي بتتكلم هي كمان. انت لسه هتبقى بقى يا رشيدة؟ بقى ايه بس؟ ده انت لا طلعتي متدربة ولا حاجة. ايه ده؟ سايب تجهيز القوات وجاي ليه؟ جيت أبلغك يا مولاي إننا بالتوقيت الأرضي فضل لنا 10 دقايق ونهبط على سطح الكوكب. هايل، القوات عارفة مسارها؟ كله مظبوط حسب الخطة، لكن أنا كنت جاي أخد موافقة جنابك على طريقة نأمن بيها قواتنا. هتأمن القوات إزاي؟ أنا مش عايز أي تغيير في خطتي. هو مش تغيير، ده تعديل بسيط. أنا شايف إننا نبعت قوات استطلاع قبل ما نهجم بقواتنا علشان نحمي نفسنا من خطر أي هجوم مفاجئ من سكان الأرض. سكان الأرض ما يقدروش يهزمونا. إحنا ما عندناش معلومات كافية عن طبيعة الأرض ولا عن طبيعة سكانها، ودي خطوة هتحمينا كلنا. ماشي أنا موافق، ابعت قوات استطلاع. أنا عايز موافقة جنابك كمان إني أطلع مع القوات دي. وإنت تطلع معاهم ليه؟
أنا محتاج لك هنا لتنظيم القوات. لو أي حد منهم قدر يلاقي أوز ساعتها هيحميه، لأنه قانونياً هو دلوقتي حاكم الكوكب، وساعتها مش هنقدر نتخلص من أوز نهائياً. أنا لازم أوصل له قبل أي حد من القوات ما يشوفه. برافو برافو عليك، المكافأة هتزيد يا وزير. أنا يا مولاي مكافئتي زي مكافئة الشعب كله، وهي استمرارك في حكم الكوكب. وجودك هو اللي بيطمننا على إن الكوكب في أمان.